الجناوه ديما رمضان ما تقدرش تدوز من البلاصه من والله ما تقدر تدوز بالله الكلاكسون ديال شي واحد انا قلت لك هذا دوز بالسياره ديال الكرا الكلاكسون ديال شي واحد انا ملي كنقول الحوت ولا شي حاجه يقدر يقطع لك انا السؤال حيدوه السؤال خاصو يحيدوه السؤال ما خدام علاش خاصو يحيدوه بيناتهم السوق انا صافي هذا بيناتهم شي مشاكل ديال السوق انا صافي لا هما كيقولوا مشاكل عائليه لا ماشي انا نقول لك شو خويا تكون انا الله اعلم المهم كاين المشاكل ديما انا قتيله خدامه في السوق انا على بلاصه ولكن قتيله وانت الدري صاحبي الله يعمر دار صاحبي ما كيكمل ما كيدير والو صاحبي تكون عنده بحقوك 23 عام زوج 23 عام حقوق الله يعمر دار صاحبي واخا زوج خالتي على الزوار صحايبي كان معايا البارح كنتريني انا وياه البارح من جيت عند خالو ونسلم عليه ونقول له اخبارك قلت لي شنو قال لي زوج الله يرحمه انا خويا خويا انا زوير صاحبي العزيز انا معنا انا معنا انا ما كتبش عليك انا ما عارف والو انا حاجه غادي نمشي نسلم على بحال عمي تا وبحال الوالد قال لي زوير الله يرحمه ملي قال لي الله يرحمه صافي انا شعري وقف انا راه ما عندي شعر وقف لي شعرين حق الله اخويا حق الله العلي العظيم اخويا قفينا السوق كامل بكا معايا كلشي بكا معايا ما كاينش شي واحد ما بكاش معايا صاحبي اخويا كنطالبوا حاجه واحده احنا من الدوله هذه كنطالبوا اخويا يديروا شي لعيبه في هذا السوق يديروا شي مخزن ولا يديروا شي لعيبه في هذا السوق هذا واش كاين اخويا هاد الهضره ولا ما كايناش خاصهم ضروري يديروا شي لعيبه في هذا السوق يديروا شي مخزن ولا يديروا شي لعيبه يراقبوا مراقبه واش بنادم اخويا راه ما بقينا فاهمين والو اخويا الجوج كيبان ليا كانوا هاز ديك التشاير على بعضياتهم فهمتي كلشي 17 فهمتيني كيتشاير على بعضياتهم طاحت الروح هادشي اللي كاين الدري راه مكتاب عليه فهمتيني وهذاك السيد ضربو شو هو مزيان شويه بكوبري مريض في دماغه هو عنده مرض في الدماغ فهمتي